نصيحة يا صاح، خذها نصيحة من الباب. ناكر المعروف سيبه، ولا تركن على صحبة الكذاب، يعيب كل الناس وينسى عيوبه، ومن يخدعك لا تأمنه وانتاب، ومن تكثر عذاره ما عادله طوبه، وخاين العهد ولو ساكن بمحراب لا تشتري منه ولا حتى تبيعه. يا صاح خذها نصيحة من الباب، احرص على صحبة الجيد الأغاب، واحذر تحب شخص كذاب، ولا توثق بمن قالوا عليه نصاب، ولا تغلي من رخصك وانطاب، ولا تسامح من رفعته وهو عاب، الجرح يقتل من طعن الأصحاب، ولا تسامح من رفعته وهو عاب، الجرح يقتل من طعن الأصحاب، والغدر يوجع إذا جاء من أحباب، وانغرف الشكل ارجع للإنسان.